ما شاء الله يا الجمال، ما شاء الله السيارة هذه فئتها مبدعة. حياكم الله متابعين مربع نت من جديد، حلقة جديدة من برنامج أسعار السيارات. اليوم حنا في وكالة بنتلي سماكو، جايين نغطي أسعار سيارات بنتلي 2022. أسعار السيارات أنا أول مرة من يوم بدينا فيديوهات أسعار السيارات كلها مليون وطالع، كلها أسعار سيارات بنتلي مليون وفوق ما شاء الله تبارك الله. يعطيكم العافية. قبل أن نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل كل جديد في عالم السيارات وكل أسعار السيارات اللي راح نذكرها شاملة ضريبة القيمة المضافة. يلا خلينا نبدأ. نبدأ التغطية مع فئة السيدان تحديداً فلاينج سبير. فلاينج سبير 2022 حالياً تجي بثلاث فئات، الفئة الأولى 8 سلندر سعرها 1,350,000، بعدين عند فئة 8 سلندر S سعرها 1,550,000 ريال، وأعلى فئة زي اللي قدامنا هي الـ W12 محرك 12 سلندر على شكل حرف W سعرها 1,650,000. هذا واحد من أفخم وأسرع سيارات السيدان في العالم. شوف الداخلية، ما شاء الله تبارك الله، تخيلوا 12 سلندر توين تيربو، ما شاء الله تبارك الله. والآن ننتقل إلى بنتلي كونتيننتال جي تي، تحديدا فئة الجي تي الكوبي. بنتلي كونتيننتال جي تي تجي بثلاث فئات، أول فئة هي 8 سلندر سعرها 1,450,000 ريال سعودي، بعدين فئة الإس سعرها 1,600,000 ريال سعودي، بعدين فئة السبيد سعرها 1,700,000 ريال سعودي. شوف اللون، شو تسمي اللون هذا؟ أنا أسميه لون باذنجاني، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله يا الجمال، ما شاء الله السيارة هذه فئتها مبدعة. طبعا هذه اللي قدامنا هي هارد روف اللي هو سقف صلب، في واحدة كشف خلنا نروح له نشوف شكلها. اللي حاب يشوف سيارة مستعملة أو جديدة منها يقدر يشوف تطبيق مستعمل ويتصفح التطبيق ويقدر يشوف كل السيارات هناك مع أسعارها. واللي قدامنا هذه هي الكونتيننتال جي تي الكشف، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه جميلة في بين الشتاء والصيف، وأيام الشتاء هنا برضو بالسعودية الجو يكون حلو، ما شاء الله تبارك الله. تطلع فيها الجنوب، جنوب المملكة، تتمشى بين العقبات، الكشف، الجو حلو والهواء يلعب شارك، يعني مش تبي أكثر من كذا، ما شاء الله تبارك الله. لا ولونها أخضر بعد، بنتلي خضر خلاص، ما شاء الله تبارك الله. أعطوني رأيكم. والآن ننتقل للفئات الـ SUV تحديدا البنتيجا. البنتيجا يجي في ثلاث فئات، الفئة الأولى هي 8 سلندر سعرها 1,450,000 ريال سعودي، بعدين عندنا 8 سلندر S سعرها 1,500,000 ريال سعودي، بعدين زي اللي قدامنا البنتيجا سبيد، هذه أسرع سيارة من بنتلي سعرها 1,750,000 ريال سعودي. 626 حصان SUV، واحد من أسرع SUVs أيضا في العالم، 12 سلندر توين تيربو، فخامة، شوف الفخامة ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا اللي قدامنا سبيد 1,750,000 ريال سعودي. شوف القاعدة اللي ورا، بوكت سيت تحضنك حتى وانت راكب ورا، واللون الأسود والأبيض هذا صراحة مع كاربون فايبر، شو رايك فيه؟ إذا تحسب خلصنا من السيارات أنت غلطان. شوف القسم هذا، عنده سياكل، عنده عربيات أطفال. شوف مثلا السيكل هذا سعره 2,383 ريال سعودي، سيكل بنتلي كاربون فايبر، ما شاء الله. خلينا نشوف العربية هذه سعره 2,667 ريال سعودي مع الضريبة ب 2,377، مع شنطة بنتلي. شوف التطريز ما شاء الله، في منها لون ثاني
عندهم ملابس ايضا. خلاص ماني براح اصور كل شيء، بس القسم هذا جدا جميل للمحبين العلامه هذه، ممكن تشتروا اشياء. حتى في عندكم الشعار اللي فوق، شوف شعار بنتلي ما شاء الله. وعادي ترى مو شرط تكون عندك سياره بنتلي عشان تحب الشعار وتحب العلامه هذه. بما ان احنا داخل وكاله بنتلي، الوكاله جدا مميزه والاشياء اللي تسويها مو كل الوكالات تسويها بشكل عام. ان شاء الله اذا اشتريت سيارتك من بنتلي راح يعطوك البوكس الجميل هذا من الخارج كامل فايبر، من الاسفل باللون الابيض هذا الجميل. البوكس هذا وش فيه؟ بدايه انا فتحته، طبعا اول شيء المفتاح عندك، مفتاح الاساسي وعندك مفتاح سبير، مفتاحين تستخدمهم. بعدين عندك تعليقه هذه عليها بنتلي جدا جميله، شايفين؟ طبعا في ايضا قلب بنتلي، خلينا نطلعه عشان ان شاء الله راح اشتري سياره يتعرف الاغراض اللي بتجي مع سيارته، جدا جميل. لكن المهم اللي هنا موجود، هذا هي المهمة، الكرتين هذه. الكرت هذا حق خدمة المساعدة على الطريق، لا سمح الله يحتاج أي مساعدة، في رقم تتصل عليه وتقول لك السطحة إلى مكانك. الكرت هذا خاص بصاحب السيارة، هنا فيه معلومات صاحب السيارة بشكل كامل. طبعا في كود وراء بس ما راح أصوره، الكود لصاحب السيارة. وفي الكود هذا إذا سويت له مسح يطلع لك كل السيرفيس، الصيانات اللي تحتاجها السيارة أو اللي صينتها. فما يحتاج تشغل بالك وش احتاج وش محتاج، سوي مسح للبطاقة هذه كل شيء راح يطلع معك. شوف الشعار ما شاء الله تبارك الله، والله يرزق الجميع. هنا وصلنا لنهاية التغطية. إذا أنت واحد من ملاك سيارات بنتلي، اكتب لنا في التعليقات وش رأيك في سيارة بنتلي، وشير المقطع إذا أحد حاب يتعرف على أسعار سيارات بنتلي. شكرا جزيلا وشكرا على خير، مع السلامة.